السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم أصدقائي متابعين قناة فيوتشر كوين وقناة بي تي سي وورلد عالم بيتكوين. فيديو جديد على قناتنا، قناة مهتمة بآخر أخبار العملات الرقمية. في هذا الفيديو أصدقائي راح أتكلم عن الأخبار الاقتصادية اللي طلعت تقريبا ساعة واحدة، وطبعا راح أتكلم عن المسابقة الخاصة فينا، طبعا راح أتكلم بنبذة بسيطة عن الحسابات المغولة. أما مش فيديو أصدقائي، بتمنى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. خليكم معنا أصدقائي لبعد الأنترو. أولا أصدقائي راح أتكلم عن الحسابات المغولة. طبعا أصدقائي في شركات بتعطيك حسابات فيها أموال حقيقية لحتى تتداول وبتاخد أنت نسبة من الأرباح. طبعا في عندي هاي الشركات بتعطي هاي الميزة، طبعا مثل عندي شركة capital.com وعندي XM. هاي الشركات بتعطيك تقريبا 80% من أرباح الحساب الممول. طبعا أنت بتشتري الحساب الممول، مثلا حساب قيمته 10,000 دولار أو ممول بقيمة 10,000 دولار، بتشتري بقيمة 100 دولار فقط. طبعا بتشتري الحساب بقيمة 100 دولار وبتتداول بهذا الحساب وبتاخد 80% من الأرباح، وطبعا الأرباح تتفاوت من شركة لثانية حسب الشركة أنت بتنضم لها. طبعا أما تنضم لأي شركة لازم تعرف شو هي المصداقية والأمانة الخاصة بهاي الشركة. إذا بتحبوا نشرح أكثر عن هذا الموضوع، بتمنى تكتبوا لنا بالتعليقات لحتى نعمل فيديو خاص عن هذا الموضوع. أما بالنسبة للمسابقة الخاصة فينا أصدقائي، تحصل على مؤشر قناة فيوتشر كوين. هذا المؤشر بيعطيك مناطق الدخول والخروج، طبعا بيعطيك علامات لونج وشورت. طبعا علامة اللونج بيعطيك إياها قبل الصعود، وعلامة الشورت بيعطيك إياها قبل الهبوط. تقدر تدخل صفقة لونج عند ظهور علامة اللونج، وبتغلق صفقة اللونج عند ظهور علامة شورت، وبتقدر تدخل صفقة شورت. طبعا هاي العلامة على مؤشر الدولار، وتقدر تستخدمه للعملات الرقمية والفوركس والأسهم. طبعا عندي حاليا علامة شورت على البيتكوين، بعد ما ننزل بيتكوين لمنطقة 19,100 تقريبا حاليا، يا أما بيكمل هبوط أو إذا طلعت لي علامة لونج بينتهى الهبوط ونبدأ بالصعود. شباب، لحتى تحصل على هذا المؤشر مجانا، كل اللي عليك تدخل على رابط منصة بايبيت الموجود أسفل الفيديو، بتعمل حساب على المنصة وبتنضم لقناتنا على تليجرام، بتتواصل معي وبتاخد مؤشر. يعني شروط مسابقة سهلة جدا، كل اللي عليك تقوم بإنشاء حساب على منصة بايبيت، لكن عن طريق الرابط الموجود أسفل الفيديو. هيك انتهينا أصدقائي من المسابقة ومن الحسابات الممولة. شو بالنسبة للبطالة والتضخم، تقريبا من ساعة صدرت بيانات الناتج الإجمالي المحلي الأمريكي، وطبعا فيها بيانات التضخم والبطالة. طبعا تراجع الاقتصاد الأمريكي بنسبة 0.6%، طبعا هاي نتيجة مشابهة لتوقعات الخبراء والمحللين. وبالنسبة للاقتصاد الأمريكي أو الانكماش بلش يتحسن، وتحسن بنسبة 1.6%، طبعا نفس القراءة السابقة. أما بالنسبة للبطالة، طبعا تلقى الاقتصاد الأمريكي هذا الأسبوع 193,000 طلب إعانة بطالة. طبعا توقع الخبراء يتلقوا 215,000، وطبعا القراءة السابقة كانت 213,000 طلب. يعني عندي حاليا تحسن في البطالة. أما بالنسبة للتضخم، ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في أمريكا للربع الثاني بنسبة 7.5. يعني ارتفعت أسعار نفقات الاستهلاك بنسبة 7.5. طبعا توقع الخبراء الارتفاع تكون بنسبة 7.1، لكن زادت هاي النسبة إلى 7.5، وهذا الشيء سلبي جدا. طبعا بالنسبة للدولار، الدولار بعد ما صدور هذا الخبر لامس منطقة 113.3، حاليا نحن بمنطقة 112.7، أغلقنا أسفل الدعم. طبعا عند الدعم هذا ظهر على فريم من 15 دقيقة، هي منطقة التجميع السابقة، وفيها انطلقنا منطقة 114.5، حاليا أقفلنا أسفل هذا الدعم، وحاليا ممكن نتوجه لمنطقة 112. طبعا بالأمس كنا مراقبين على القناة العامة وقلنا لكم أنه في هبوط على الدولار، طبعا من منطقة 114 إلى منطقة 113 تقريبا. طبعا وصل الأمس الدولار إلى منطقة 112.6، حاليا ممكن نتوجه منطقة 112. طبعا انخفاض الدولار أصدقائي بيؤدي إلى ارتفاع سوق العملات المشفرة. طبعا حاليا عندي انخفاض بالدولار، وكمان انخفض معي سوق العملات المشفرة، يعني هذا الأمر غير متوقع، مفروض ينخفض الدولار ويرتفع سوق العملات المشفرة. أما بالنسبة لعملة تيرا لونا كلاسيك، عملة تيرا لونا كلاسيك أصدقائي تكلمنا عليها بالفيديوهات السابقة، وقلنا لكم إنه العملة راح تطلع على منطقة 19، تختبر مقاومة شمعة الانطلاق
وبعدها تعاود الهبوط مره اخرى. طبعا سمعت الاربع ساعات هاي اصدقائي لمست منطقه 29.5، فشلنا بالكسر والاقفال اعلى، طبعا اقفلنا اسفل المقاومه، وحاليا نحن في منطقه 27.9. انا بتوقع هدفي حاليا على عمله تيرا لونا كلاسيك هي ال 25، لكن اصدقائي انا راح اشتري وخزن من عمله تيرا لونا كلاسيك على منطقه 23. من منطقه 23 الى منطقه 22 هي فرصه تخزين مناسبه جدا جدا. ليش فرصه تخزين مناسبه جدا اصدقائي؟ هاي الاسعار اسعار تجميع او هي اسعار انطلاق السابق. طبعا بما انه منصه باينانس بتمتلك تقريبا 20% من عدد القطع الخاصة بعملة تيرا لونا كلاسيك، ومنصة باينانس استحوذت على عملة تيرا لونا كلاسيك، يعني حاليا عملة تيرا لونا كلاسيك خاصة بالمجتمع، وطبعا استحوذت عليه منصة باينانس طبعا بعد ما ترك دوكوان. فمن أولوية منصة باينانس بما انه تمتلك هاي العدد القطع الكبير، فمن أولويتها ترفع من سعر عملة تيرا لونا كلاسيك. طبعا عملية الحرق مستمرة، حاليا عندي انخفاض لمنطقة 25، هذا تحليلي الشخصي. طبعا من 25 بشتري 25% من رأس المال، وإذا كسرنا راح اشتري باقي رأس المال على منطقة 23. طبعا ستوب لوز بيكون عند كسر قاع 20. أصدقائي بنكون وصلنا لهذا الفيديو، بتمنى الفيديو يكون نال إعجابك، لا تنسى تضغط على زر اللايك، تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس حتى يوصلك كل جديد في عالم العملات الرقمية. مع السلامة، دمتم بخير.